عقدت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ندوة بعنوان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر. ده كان على هامش أعمال الدورة الـ34 علشان تستعرض الدور الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف. شارك في الندوة السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا، واللي أكدت أن الحكومة المصرية اشتغلت خلال السنوات اللي فاتت على النهوض بالحق في التعليم والصحة، وده من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير والمبادرات الإيجابية سواء على المستوى التشريعي أو الممارسة الفعلية. أشادت كمان خطاب بمبادرة 100 مليون صحة اللي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والأمراض الغير سارية، وكمان الكشف المبكر على السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، واللي بتستهدف 50 مليون مواطن في جميع المحافظات. أعتقد ندوة مهمة جدا، بالإضافة للندوة دي كمان كان في وقفة واجتماع امام مقر الامم المتحده في جنيف للجاليه المصريه في سويسرا، واللي ردت على اكاذيب الاخوان واللي اكدوا ان مصر بتعيش عصرها الذهبي، مؤكدين على كذب وافتراء المؤسسات والجمعيات الحقوقيه اللي بتتبنى خطاب جماعه الاخوان الارهابيه. ده كله كان في جهه، في الجهه المقابله بقى كان في ندوه لجماعه الاخوان الارهابيه. بعيدا طبعا الندوه دي ما حدش حضرها تقريبا، ما كانش فيها اقبال خالص، بس الغريب ان ساعات ممكن نشوف ارهابي لابس بدله وكرافطه وعشان كده مش عايزين نسميه ارهابي، مع انه بالفعل اعماله وافعاله كلها بتقول انه ارهابي. ده كان الاجتماع اللي والوقفه اللي في جنيف. خلينا نعرف تفاصيل اكتر ونروح لاستاذ ايمن عقيل رئيس منظمه ماعت لحقوق الانسان من جنيف. استاذ ايمن صباح الورد. صباح الخير عليك، معلش الخط قطع. لا ولا يهم حضرتك، نتعرف كده من حضرتك على اهم فعاليات الندوه وايه اللي حصل فيها. هو اهم الفعاليات احنا يعني عقدنا وقفه سلميه امام مقر الامم المتحده بجنيف. تمام. دي كانت يوم 11. الوقفه كان الهدف منها والغرض الاساسي منها هو اتحدوا من اجل السلام، وكان معانا مجموعه من 8 دول اوروبيه وافريقيه. تضامنا جميعا كشباب ووجهنا رساله للامم المتحده للوقوف ضد الارهاب وضد الدول الداعمة للإرهاب والتي توفر الملاذ الآمن والتي تفتح خزائنها لتمويل الجماعات الإرهابية، وطبعا على رأسها قطر وتركيا. أيضا بنعقد مجموعة من الندوات للوقوف على مدى التوصيات اللي تم تنفيذها من الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة. مصر كان قدم إليها مجموعة من التوصيات وافقت على البعض ورفضت البعض الآخر. في ندوات حول المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. أيضا هنعرض يوم 14 لأول مرة استراتيجية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في ضوء الاستعراض الدوري الشامل. الاستراتيجية بتضم مجتمع مدني والحكومة وأطراف دولية. أعتقد أن الوضع هنا جيد جدا، لأن استطاعت الحكومة والمجتمع المدني أن هو يرد على كل الادعاءات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان اللي بيدعيها جماعة الإخوان أو المنظمات المعارضة، فيما يتعلق بالاختفاء القسري، فيما يتعلق بالتعذيب، ما يتعلق بالسجون، وكله كان بالدلائل والوثائق والمستندات. أستاذ أيمن، يعني كيف كان رد الفعل؟ أوصف لنا ردود الأفعال للفعاليات اللي حضرتك حكيت عنها دلوقتي اللي بتبين الوضع الحقيقي فيما يخص ملفات حقوق الإنسان على كل المستويات في الدولة المصرية. كيف استقبل الناس كده، خصوصا إحنا عارفين أنه جماعة الإخوان يعني متشعبة في كل مكان، مسيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي، مسيطرة على بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة، القنوات بتاعتهم موجودة في الدول الأوروبية بشكل مكثف وهكذا وبلغات مختلفة، فيعني كيف كان رد الفعل؟ هو طبعا ده أهم ما في الموضوع، هو إن إحنا بنوجه خطابنا لمين؟ إحنا النهاردة المعنيين بهذه الفعاليات هي مجموعة البعثات الدولية، المقررين الخواص، اللجان الدولية، وهم دول اللي إحنا كنا بنتواصل معاهم على مدار الشهور اللي فاتت. أيضا البعثات اللي موجودة النهاردة واللي المفروض هتحضر الحوار التفاعلي مع الدولة ومع الحكومة المصرية، احنا قعدنا معاهم وسألونا بعض الأسئلة المرتبطة ببعض الادعاءات اللي وصلت إليهم، واحنا تمكنا ان احنا نرد عليهم. ايه ابرز هذه الادعاءات اللي كانوا بيستفسرون؟ يعني كان في ادعاءات حول المعاملة السيئة في السجون، كان في ادعاءات حول الاختفاء القسري وحالات الاختفاء القسري، وثبتنا لهم بالدليل وبالوثائق ان الاختفاء القسري هو أكذوبة، بدليل ان في بعض الناس اللي كانوا مدعين انهم اختفوا قسريا ثبت وجودهم في سيناء وان هم كانوا مع جماعة داعش واللي ثبت وجودهم في سوريا وهكذا. ايضا ما يرتبط بالاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه قدرنا ان احنا نرد عليهم فيما يتعلق
بالوضع العالمي، قدرنا نرد عليهم بان اهم خطر يهدد الحق في الحياه هو خطر الارهاب، وازاي قدرت مصر في ظل وجود الارهاب وخطر الارهاب اللي موجود كل يوم في سيناء ان هي كمان تقدر ان هي تبني مشروعات اقتصاديه، ان هي تقدر ان هي تعمر، ان هي تقدر ان هي تعدل في اجراءاتها. واستشهد كمان بالجزء اللي كان خاص ببطاقات التموين، حتى اذا كان في قرار الحكومه اتخذته وطلع قرار غير صائب فبالتالي انت تقدر تعدل ده. فلما اتلغت بطاقات التموين عن بعض الناس، سياده الرئيس اعاد تاني البطاقات التموينيه للناس.